ستيبي ميوتيتش يخسر ضد دانييل كورميه ثم ينتقم لهزيمته ويطيح ديسي بالضربة القاضية. بروك ليسنر خسر الرهان أمام فرانك مير ثم عاد وانتقم لنفسه وبالضربة القاضية أيضا. يضحك كثيرا من يضحك أخيرا هي أكثر حكمة تروي شرارة الانتقام وتطفئ نار الهزيمة الأولى شرط اكتمال بقية المشهد بضربة فنية قاضية حاسمة في نزال العودة. مرحبا بكم في أكثر 10 مباريات ثأر فيها المقاتلون لهزيمتهم الأولى وحسموا السجال بالضربة الفنية القاضية. لنعبر إلى التفاصيل. داستن بواريه ضد كونر ماكغريغور. في أول منافسة لهما بذل كونر ماكغريغور مجهودا ليسخر ويهين خصمه داستن في اليو اف سي 178 ونتيجة لذلك اعترف بواريه بأنه لم يكره أبدا خصما أكثر من كونر. كره وغضب لم يخدم بشكل جيد مصلحة بواريه في المواجهة الأولى. ففي سبتمبر من العام 2014 استغرق الإيرلندي دقيقة واحدة و46 ثانية فقط ليفقد وعي منافسه. استمر بعدها كلا المقاتلين في تحقيق نجاح ملحوظ في مسيرتيهما، نجاح مهد الطريق للقاء ثان بعد 7 سنوات في إطار اليو اف سي 257. بواريه بدا أكثر نضجا هذه المرة، نضج وضح نهجه داخل وخارج القفص، فيما بدا ماكغريغور أكثر لطفا من سابق عهده. تمتع كونر ببعض النجاح في بداية النزال، لكن بواريه قلب الطاولة في الجولة الثانية وأنهى كونر بالضربة القاضية. بعد 7 سنوات انتقل قام داستن بواريه في واحدة من أكثر خسائر الإيرلندي مأساوية. تيتو أورتيز ضد غاي ميسغر. في اليو اف سي 13 تقدم ميسغر إلى نهائيات بطولة الوزن الخفيف وبعد تعذر حضور خصمه الأول تم تعيين بديله الذي كان تيتو أورتيز صاحب 22 عاما حينها. استهل أورتيز بداية المباراة بشكل جد ممتاز، لكن ميسغر كان قادرا على تحويل إحدى محاولات خصمه إلى حركة إخضاع أمنت له الانتصار. أجبر بعدها تيتو على مشاهدة ميسغر وزملائه في فريق عرين الأسد يحتفلون بينما كان يسير حول القفص بإحباط. وفي مارس من العام 1999 أي بعد عام ونصف تقريبا من لقائهما الأول التقى ميسغر وأورتيز للمرة الثانية في اليو اف سي 19. هيمن أورتيز على خصمه وحقق فوزا بالضربة القاضية في أقل من 10 دقائق فقط. بالطبع معادلة النتيجة لم تكن كافية لأورتيز بل شرع في ارتداء قميص أهان بشكل مباشر ميسغر. هذا الفعل أغضب مدرب ميسغر كين شامروك مما أنتج واحدة من أشد المنافسات المحتدمة في تاريخ الـMMA. بروك ليسنر ضد فرانك مير. في أواخر العام 2000 كان بروك ليسنر بطلا سابقا في WWE ويتطلع إلى صنع اسم لنفسه في عالم الـMMA. وبعد قتاله الأول قررت اليو اف سي توقيع عقد معه رغم قلة خبرته. قررت المنظمة أن ليسنر سينافس بطل الوزن الثقيل السابق فرانك مير في ظهوره الترويجي الأول في اليو اف سي 81. لسوء الحظ انتهت مباراته الأولى بكارثة بحيث كان مير قادرا على الاستفادة من تسرع خصمه وإنهاء الأمر بحركة إخضاع ركبة في وقت مبكر من الجولة الأولى. تعافى ليسنر بشكل جيد من خلال الفوز في مباراتيه التاليتين بما في ذلك فوزه الرائع على راندي كاوتر على لقب الوزن الثقيل. ما هذا نجاحه هذا الطريق لمباراة ثانية مع فرانك مير في اليو اف سي 100. قبل المواجهة صرح مير أنه بإمكانه التغلب على ليسنر بنسبة 99%، لكن عندما التقى الاثنان مرة أخرى في يوليوز من العام 2009 إما أن فرانك كان غير محظوظ بشكل لا يصدق أو أنه قلل من تقدير خصمه، حيث أمن ليسنر فوزه بضربة قاضية في الجولة الأولى لينتقم بشكل قاطع من مباراة ظهوره الترويجية. تشوغن هو ضد اليوتو ماتشيدا. في اليو اف سي 104 حارب البطل غير المهزوم ليوتو ماتشيدا موريسيو شوغون هو في حدث رئيسي ضخم. في ذلك المساء احبط شوغون البطل بسلسلة من الركلات على الساقين والجسم. علاوة على ذلك تفوق شوغون على خصمه بهامش كبير. ومع اقتراب نهاية الجولة الخامسة اعتقد معظم المشاهدين بما في ذلك رئيس اليو اف سي دانا وايت ان ايام التنين كبطل قد انتهت، لكن وبشكل مثير للصدمة تم منح ماتشيدا
انتصارا بشكل مثير للجدل، جدل حاجز مباراتهما التالية فورا في اليو اف سي 113 في مايو من العام 2010. هذه المرة شوغون لم يترك الأمر في يد الحكام، ففي نصف الجولة الأولى سدد يمينية وحشية أسقط خصمه أرضا، وتبعها بسلسلة من التسديدات أجبرت الحكم على إيقاف المباراة ليثبت شوغون هو من كان المقاتل الأفضل بعدما أصبح بطل اليو اف سي. ستيبي ميوتيتش ضد دانييل كورميه. يعتبر كل من ستيبي ميوتيتش ودانييل كورميه من المقاتلين المتميزين والخلوقين حقا. بالطبع لا يزال هناك بعض العداوة بعد نزالهما الأول، نزال حطم فيه كورميه مواطن ولاية أوهايو ستيبي في اليو اف سي 126 ليصبح بطلا للوزن الثقيل، على الرغم من تسجيل ميوتيتش الرقم القياسي لأكبر عدد دفاعات على لقب الوزن المرعب، فلم تكن هناك خطط فورية لإعادة المباراة ليعود السجال بينهما بعد مرور أكثر من عام على مواجهتهم الأولى، حيث تم إعلان المباراة الثانية في أغسطس من العام 2019 في اليو اف سي 241. انهزم كورميه بسلسلة من اللكمات الضخمة لتتعادل النتيجة بفوز كلاهما بنزال، لكن ميوتيتش قال الكلمة الأخيرة حيث حقق فوزا بالإجماع في اليو اف سي 252. كوينتون رامبيج جاكسون ضد فاندرلي سيلفا. يعود التنافس بين كوينتن جاكسون وفاندرلي سيلفا إلى أوائل العام 2000 عندما تنافس الرجلان في منظمة برايد. جاكسون الذي يتطلع إلى خوض معركة مع أحد أكبر النجوم ألقى بعدة إهانة في اتجاه سيلفا وانتقل حتى معسكره، لكن الأمور وصلت إلى نقطة الغليان في البرايد 25 بعد انتصاره على كيفن راندلمان. التقط الميكروفون وذكر اسم سيلفا الذي كان جالسا بجانب الحلبة. للأسف تم إفقاد وعي جاكسون بوحشية من قبل سيلفا في أول لقاءين بينهما، لكن سيلفا لم يكن محظوظا جدا عندما التقى الاثنان في اليو اف سي 92 في لقائهما الثالث، حيث حصل جاكسون على قدر من الانتقام عندما أفقد خصمه وعيه بضربة يسارية قوية. وبعد سنوات وعلى الرغم من أن كلا المقاتلان قد تجاوز فترة أوجهما، إلا أنهما سيتنافسان مرة أخيرة في إطار بيلاتور 206. في تلك الليلة نجح رامبيج في إفقاد وعي البرازيلي لتصبح النتيجة 2 لكل طرف. مايكل بيسبينغ ضد لوك روكهولد. شخصية لوك روكهولد الواثقة والمتعجرفة جنبا إلى جنب مع إهانة مايكل بيسبينغ جعلتهما منافسين ممتازين في اليو اف سي عندما تواجه الاثنان وجها لوجه في نزالهما الأول. روكهولد الذي خرج منتصرا بعد ركلة مركزة نحو رأس خصمه أسقطته أرضا مما سمح له بتنفيذ حركة إخضاع. روكهولد كان حاسما لكن التنافس بينهما لم ينتهي بعد، ففي اليو اف سي 199 كان من المقرر أن يدافع روكهولد عن لقبه للوزن المتوسط ضد كريس ويدمان. هذا الأخير اضطر إلى الانسحاب في آخر لحظة بسبب الإصابة، لذا حل بيسبينغ مكانه. الإنجليزي كان مستعد للانتقام والحصول على اللقب. بيسبينغ لم يتغير ووجه العديد من الإهانات زادت من التوتر بين الاثنين، على الرغم من إعلامه في وقت قصير، إلا أن بيسبينغ قلب الطاولة من خلال توجيه ضربة قاضية مفاجئة لخصمه، وتمكن من الانتقام والحصول على اللقب ومعادلة النتيجة. جورج سان بيير ضد مات هيوز. في اليو اف سي 50 دافع مات هيوز عن لقبه في فئة الوزن المتوسط عندما فاز على البطل السابق جورج سان بيير بعد إخضاعه لذراعه. استمرت العداوة في النمو عندما ضمر هيوز الكندي الفرنسي خلال ظهوره كضيف في الموسم الرابع من برنامج المقاتل النهائي. بالطبع سان بيير قلب الطاولة في قادم الأحداث بشكل جعله يترسخ كواحد من العظماء عبر كل العصور، فبعد عامين من مواجهته الأولى قابل الجي اس بي غريمه للمرة الثانية في اليو اف سي 65. في المباراة الثانية كان واضحا أن سان بيير كان مقاتلا أفضل، وانتهت المباراة بفوزه من خلال ضربة قاضية مثيرة للإعجاب. وفي نزالهما الأخير في اليو اف سي 79 فاز سان بيير عبر إخضاع خصمه في عرض مهيمن. أندرسون سيلفا ضد تشارل سونن.
رغم فوز أندرسون سيلفا في نزاله ضد تشيل سونن في اليو اف سي 117. فمن المؤكد أنه لم يسكت خصمها، فقد كان أداء سونن جيدا بشكل ملحوظ في مباراتهما الأولى، وسيطر على البطل طوال 5 جولات قبل إخضاعه في الجولة الخامسة. سونن كان حريصا على إعادة المباراة ولم يضيع أي فرصة لإهانة البرازيلي، وفوزه بمباراتين متتاليتين جعله يحصل أخيرا على فرصة للمنافسة على حزام الوزن المتوسط ليواجه سيلفا مرة أخرى في اليو اف سي 148. كان الفصل الثاني من نزاعهما مختلفا تماما، بحيث تمكن الأمريكي من السيطرة على النزال بتقنياته في المصارعة في الجولة الأولى، لكن سيلفا رد في الجولة الثانية بضربات ركبة نحو الجسم كانت آخرها ضربة قاضية أنهت النزال. سونن تحدث كثيرا أثناء هذا التنافس المجنون، لكن سيلفا هو من قال كلمته الأخيرة. فرانسيس إنغانو ضد ستيبي ميوتيتش. في مباراته الأولى ضد ستيبي ميوتيتش على اللقب في اليو اف سي 220، إنغانو قادم من خلفية 6 انتصارات بالضربة القاضية، ونظرا لقوته المذهلة والضجة التي أحدثتها انتصاراته، كان الأكثر تفضيلا للفوز في هذه المواجهة، لكن ميوتيتش سيحبط توقع الجميع من خلال السيطرة التامة على الكاميروني الأقل خبرة، بالاعتماد على مصارعة عالية المستوى وصلابته لحسم النزال. المفترس إنغانو اعتبر هذه الانتكاسة تجربة تعليمية وتسلق سلم قسم الوزن الثقيل بعد الفوز في 4 مباريات ومن جولة النزال الأولى، ليحصل على فرصته الثانية ضد السيبي في اليو اف سي 160. هذه المرة إنغانو كان أكثر نضجا وحرفية واستفاد من أغلاط المباراة الأولى، فذمر ميوتيتش في عدة مناسبات اختتمها بالضربة القاضية في الجولة الثانية. إنغانو لم يحصل فقط على انتقامه بل حصد اللقب أيضا. يبقى فقط رأيكم أعزائنا المشاهدين في أكثر 10 مقاتلين انتقموا لهزيمتهم الأولى وأردوا خصومهم بالضربة الفنية القاضية، شاركونا بتعليق مكتوب. شكرا لكم.